ويوم العرض عليه. اوعى جوز هيشوفك، اعمل معروف، انا خايف عليك. بعد 9 سنين علاقة كهن النساء. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. جريمة بشعة حدثت في حي عابدين، اكبر احياء القاهرة. هل ممكن الواحد يقتل ويقعد 9 سنين من غير ما ينكشف؟ جريمة تتم وتنتهي والفاعل مجهول والقضية تغلق، وفجأة تحدث المفاجأة بعد 9 سنوات، وعلى يد مين؟ على يد امرأة. كهن النساء، مكر النساء، كيد النساء، تنتقم من حبيبها بعد 9 سنين علاقة غير شرعية جنسية، بتخون جوزها مع هذا الشاب وتبيعه في لحظة وتبلغ عنه الجهات الأمنية. ايه اللي حصل وازاي جريمة بعد 9 سنين تتفتح مرة تاني ويتم القتل على القاتل؟ سبحان الله، وكأن الله فعلا يمهل ولا يهمل، والدم مهما طال لابد من اكتشاف الفاعل. ايه اللي حصل بالتفاصيل؟ في البداية بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعة الحلقة. ايه الموضوع؟ الموضوع موظف اسمه هادي، موظف شغال مش متزوج، قاعد مع امه اللي عندها 60 سنة، علاقاته متعددة دايما على طول، علاقات سيئة، تلبية نداء الجسد بشكل غير شرعي، يعني نقدر نقول بالزنا والعوذ بالله. امه كانت دايما بتقول له اخرتك وحشة، لازم ربنا يهديك يا ابني وتتجوز ونشوف لك عيال وتمشي في الطريق الصح. كان بيقول لها يا مايا انت على طول عايشة في زمنك، احنا دلوقتي امرأة واحدة لا تكفي، انا ايه اللي يخليني اعلق رقبتي مع واحدة بس؟ ما انا كل يوم مع واحدة واثنين وثلاثة وبراحتي. قالت له يا ابني انت معظم الستات اللي انت بتمشي معاهم متجوزين او متزوجات، حرام عليك، انت ترضى ان حد يعمل في اختك ولا بنتك ولا مراتك ولا امك؟ انت ليه بتحلل لنفسك اللي بتحرمه الغير؟ يا ابني ما انت زي ما انت بتعمل العيب والغلط والجنس مع مرات اصحابك ومع الناس في الشارع ومع اي ست مرتبطة او متجوزة، مسير ربنا يرزقك في اللي بيعمل كده في اهل بيتك بكرة وبعد. كان دايما بيسخر منها وكان دايما بيتهكم عليها ويقول لها انت عايشة في عصور قديم. وفعلا لغاية ما كان ليه علاقة مع واحدة جارته، والست دي كانت متجوزة، وكان دايما على طول اول ما جوزها يمشي يروح هو عندها، يتبادلوا نداء الجسد ويرجع تاني، يدخل عند امه وامه تقول له يا ابني غلط اللي بتعمله ده، يا ابني مسير جوزها يجي مرة واحدة، يا ابني انا ببقى خايف عليك وانا شايفك رايحالها، يا ابني مش كده حرام عليك، ده ست فجرة. كان بيقول لها مكيش دعوة يا مايا، هي مرتبة كل حاجة وجوزها مجرد ما نزل الصبح ما بيرجعش غير الساعة 4 العصر. واستمر الموضوع كده لغاية ما في يوم من الايام رجع الشغل، لقى امه مضروبة على دماغها وميتة، ومسروق ريسيفر والموبايل ومبلغ مالي من الدولاب. بالفعل توجه الى مركز شرطة عابدين، قسم شرطة عابدين، وهناك جه رئيس المباحث وفريق البحث والطب الشرعي، وواضح ان الموضوع كان للسرقة، وخاصة لقوا ان فيه اجهزة كهربية مسروقة ومبلغ مالي من الدولاب وبعض المشغولات الذهبية اللي كانت بتتحلى بيها ام هادي اللي هو الشاب ده. وفعلا القضية النيابة طبعا امرت بتشريح الجثة، وبعد كده بدفنها، وقام ابنها هادي فعلا بدفنها وتلقى العزاء، وخلاص الموضوع انتهى. والموضوع للأسف الشرطة والنيابة افرت القضية ضد مجهول، ما يدروش يتوصلوا للفاعل اللي قتل الست دي. وعدت سنة، عدى سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، سبحان الله، الى ان يمر او تمر 9 سنوات كاملة، وذلك الشاب هادي على نفس العلاقات والمهاترات مع السيدات المتزوجات، بما فيهم جارته اللي كان بيروح عندها، واللي كانت امه دايما بتقول له اوعى جوزها يشوفك، اعمل معروف، انا خايفة عليك، يا ابني ادعي ربنا، ربنا يهديك، يا ابني السكة دي نهايتها وحشة، ده نهايتها دايما بتبقى مصير.
الشاب ده اللي اسمه هادي بعد 9 سنين مع علاقته بجارته، وجارته اتخانقت معاه وقالت له انت ما تجيش تاني، انا كفايه 9 سنين عايشه في الحرام من ورا جوزي، انا اولادي ابتدوا يكبروا ويعرفوا ويشوفوني، اوعى تجيلي تاني وانا مش هجيلك تاني، انت خليتني 9 سنين في الحرام وانا متجوزه واحد يعرف ربنا، وتوبت عن الموضوع ده. في الوقت ده صار عليها هادي وقعد يضرب فيها، انا اللي عملته عشانك، فلوسي عشانك، انا قتلت امي عشانك. ده كان اول اعتراف من هادي بعد 9 سنين لعشيقته، لما قال لها ده انا قتلت امي عشانك، قتلت امي لما قالت لي ابعد عنك، قتلت امي علشان ما اقدرش ابعد عنك، قتلت امي عشان كانت بتهددني انها تقول لي جوزك، قتلت امي لما لقيتها بتقول لي حرام عليك وفي الاخر تبعيني. طبعا دي كان الصدمه بالنسبه لها، ان كانت عارفه ان الست ماتت مقتوله عشان بتسرق، لكن اول مره تعرف ان ابنها هادي هو اللي قتلها. قعدت اسبوع ما بتنامش وحاسه بتأنيب ضمير، قول تأنيب ضمير ماشي، قول ان هي عايزه تفلت من الشاب ده باي شكل وتطلع من بين من العلاقه دي بينه وبينها، وعايزه تخلص منه مش عارفه. فراحت طلبت مقابله رئيس مباحث قسم عابدين. رئيس المباحث استقبلها في مكتبه وقالت له انا جاي اقول لك على حاجه، بس عايزه منك وعد ان اسمي ما يجيش في القضيه، وان انا ما اتدخلش طرف ولا يتم استدعاء للشهاده ولا اي شيء. طبعا رئيس المباحث بحكم عبن وحكته وخبرته قال لها خير ايه الموضوع، بس اسمع الاول. قالت له انا كنت على علاقه من ورا جوزي مع موظف اسمه هادي، وكانت مراه امه كانت دايما بتعنفه ودايما بتشتمه علشان علاقاته النسائيه المتعدده، واخر مره لما قالت له لازم تبعد عن جارتنا احسن جوزها يطب عليك وتخانقوا معاها، مسك قال حد ضرب امه اللي هو مفتاح الانبوبه البوتاجاز وضرب امه على دماغها وعمل نفسه ان الشقه اتسرقت. ابتدى رئيس المباحث يجيب القضيه لاها من 9 سنين والنيابه قفلت القضيه ضد مكهول. قال لها طب ما تخافيش ولا كانك قلت لنا حاجه، بس حاولي ان انت تسجلي له اعترافاته ده على تليفون على موبايل على اي وسيله اتصال، علشان لما نواجهه بيها ما يقولش ما حصلش، لا يعترف واحنا مش هنجيب سيرته. وبالفعل استدرجته البنت في التليفون وقالت له انت قتلت امك عشاني؟ قال لها ايوه انا قتلت امي عشانك، وانا اللي رسمت الخطه دي كلها، وانا اللي فضلت 9 سنين بتعذب وموت امي عشانك. على طول سلمت الجهاز لرئيس المباحث. رئيس المباحث فورا استئذان من النيابه، تم القبض على الشاب هادي اللي اول ما سمع اعترافاته على طول انهار واعترف وقال ايوه انا اللي قتلت امي من 9 سنين علشان كانت بتعنفني باستمرار علشان علاقات النسائيه المتعدده وانا ندمان عليها. ووفى رئيس المباحث مع السيد وما جابش سيرتها خالص، لانه مش محتاج يبي سيرتها في المحضر. هو الشاب ما دام اعترف اعترافات تفصيليه، ما فيش داعي ان احنا نفضح ست متجوزه وعندها اولاد استمرت في الخطيئه 9 سنوات بتخون جوزها، لكن لما حست ان ربنا ممكن ينتقم فيه منها او من اولادها تابت الى الله ورجعت الى الله. فرئيس المباحث شجعها على التوبه وما فضحهاش، ووعدها فعلا ان هو ما يجيبش سيرتها في التحريات خالص، وفعلا تم القبض على الزوج باعترافات تفصيليه بكيفيه قتل امه والاداه المستخدمه وداها فين والمسروقات وداها فين، اعترافات تفصيليه. هنا نقول بقى ادي اخره المشي البطال، ادي اخره المشي الحرام، زنا وارتكاب جريمه وربنا يمهله 9 سنين وربنا يستره، هو اللي فضح نفسه وهو اللي اعترف لعشيقته ان قتل امه علشانها. شفت ربنا؟ يعني عشان نعرف ان قضايا الدم دي يا جماعه عمرها ما لا يمكن، لازم من قتل يقتل ولو بعد حين، لازم قضايا. يمكن السرقه اقول لك ماشي، يمكن التحرش ماشي، يمكن يمكن يمكن، لكن قضايا اللي فيها الدم سبحان الله. لان ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان قتل او اسال الدم مسلم او اراق الدم مسلم اهون على الله، يعني هدم الكعبه اهون على الله من سفك دم مسلم. يعني يا جماعه لازم نعرف ان دي كارثه، جنايه كبيره ومصيبه كبيره انك تقتل، فما بالك بقى بشاب بيقتل امه والجريمه تستمر 9 سنين وتقفل وتقيد ضد مجهول وهو اللي يفضح نفسه يمهل ولا يهمل. شفت الام ياما حذرت ابنها وياما قالت له اخره المشي البطال وحش، والا الزنا عقابه في الدنيا وفي الاخره. الواد ما ارتضحش وقتلها، وربنا بعد كده يخليه بلسانه يفضح نفسه. سبحان الله، ربنا يسترنا واحنا اللي بنعمل في نفسنا كده. ربنا يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. ودي كانت من القصص او من الجرائم اللي حصلت في حي عابدين. وربنا يهدي ولادنا وربنا يهدي زوجاتنا، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.